وصوم عشر ذي الحجة. خامساً يسن صيام عشر ذي الحجة، قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام عشر ذي الحجة، المراد تسعة أيام، لأن يوم العيد وهو العاشر لا يصام، حرام صيامه، المراد صيام تسعة أيام من ذي الحجة، عشر الأول من ذي الحجة صيامها سنة، وهذه أيام فاضلة. اذكروا الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، وهي عشر ذي الحجة. يذكرون الله بأي أنواع من الطاعات، يذكرونه بالصيام، يذكرونه بالتكبير، يذكرونه بالتسبيح والتهليل، بالصدقات، واسع، يتطوع في عشر ذي الحجة بما تيسر له، وهي الأيام المعلومات. وأما قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فالمراد بها أيام التشريق، المراد بالمعدودات أيام التشريق، والمعلومات عشر ذي الحجة. نعم. وآكده يوم عرفة. آكد عشر ذي الحجة يوم عرفة لغير الحاج، يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج فلا يصوم، ليتقوى على الوقوف والدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام هذا اليوم، وقف مفطرا، ولما أشكل على الصحابة هل الرسول صائم ولا لا، أتته أم الفضل ابن العباس رضي الله عنها بقدح من ماء، فناولته إياه وهو على الراحلة، وهو واقف بعرفة على الراحلة، فأخذه وشرب، فعلم الناس أنه مفطر في هذا اليوم. فلا يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة، إنما هذا خاص بغير الحاج. نعم. وهو كفارة سنتين، احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، هذا معنى ما جاء في الحديث، أنه يكفر سنتين الماضية والمستقبلة، هذا يدل على عظم فضل صوم يوم عرفة لغير الحاج. نعم.